صحيح انه على الرغم من ان حزب العداله والتنميه اليوم وحزب التقدم الاشتراكيه واحزاب اخرى حليفه نحن في الحكومه، ولكن هذا لا يمنع لا يعني اننا غادي نديروا واحد الخطاب تمجيدي لا للحكومه لا السابقه ولا اللاحقه ولا الهائلات. خطابنا خصو يكون موضوعي، ما هو انجاز وما هو عمل في الواقع يجب ان نرحب به وان نصفق له وان ندعمه، ما هو خطا وما هو تقصير يجب ان ننبه اليه وان نواجهه بموضوعيه وباخلاقيه ولكن بصراحه ووضوح، لان هذا هو اللي كيخلي العمل السياسي كيولي نبيل. ما كاينش كل العام كله زين، هذه حكايه يجب ان تنتهي ويجب ان نطوي الصفحه حتى فيما يخص خطاب ابناء العداله والتنميه عندما يتحدثون عن الحكومه التي راسها حزب العداله والتنميه او الجماعات التي راسها او مؤسسات اخرى كما كانت، لان الخطاب ديالنا خصو يكون مبني على الانصاف. دائما انا كنجبد واحد النموذج واخا هو في مجال اخر ولكن مهم، وهو ان القران الكريم سجل العتاب للرسول صلى الله عليه وسلم في ايات تتلى الى يوم القيامه. تصور كان من الممكن لجبريل او للوحي ان ينبه الرسول الى بعض الامور سرا حتى لا تسقط مكانته بين الناس الذين الوحي محتاج الى ان يؤمنوا بهذا الرسول، ولكن القران لم يسلك هذا السبيل، لان ليس هناك تهليل تأليل لانسان ولو كان بشرا، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان نبيا استسمحت، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. ولذلك سجل في القران الكريم عديد من الايات يعاتب فيها الرسول ويصحح فيها تصرفات للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا اي عيب. قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليه، هو بشر ككل البشر. وهذا درس سامي جدا في ان الخطاب يجب ان يكون موضوعي، وأن النقد ليس تشهيرا وليس تنقيصا، وأن النصيحة ليست شيئا مخلا وليست شيئا مزعجا، إنما الإنسان يجب أن يفرح. أنتم كتعرفوا الكلمة ديال عمر بن الخطاب رحم الله امرؤا هدى إلي عيوبي، بهذا المنهج يجب أن نستمر. لماذا؟ وخصوصا إلى لعبة العدالة والتنمية، لأن الشباب عادة كيكونوا في واحد المرحلة ديال المبدئيه وديال الحده وديال القوه التي يجب ان يكون فيها دائما قوه تجديديه للمستقبل، ماشي قوه تجر الى الوراء. ولكن يزعجني عندما انا ارى شباب في الافكار ديالهم باقي تقليديه الى غير مول، خص تجدد. ارى الشباب هو فتره للواحد يخلق فيها الجديد من الافكار ومن المقترحات ومن المقاربات ومن السلوك ومن البرامج، خص الابداع. وهذا الشيء اللي محتاج ليه المغرب، شيء محتاج ليه غير مكرر. التقليد ماشي شيء يمكن ان يحمد، التقليد دائما مذموم. فلذلك خصنا نجيب الجديد، ويجب ان يكون قوه تجديديه الى الامام. وانا دائما اقول حزب العدالة والتنمية ليس حزبا محافظا، هو حزب ذو مرجعية إسلامية ولكن تجديدي كينظر للمستقبل، وليس عندنا أي عقدة من أن نستفيد من أي كان، سواء كانوا مواطنين لنا مغاربة على اختلاف مذاهبهم وأفكارهم ومقارباتهم وإيديولوجياتهم، على الرغم من أنه كان كاين مقولة ديال الموت الإيديولوجيا، ايديولوجيا بمعنى جديد، ماتت الايديولوجيا القديمه ونشات ايديولوجيا جديده. او من الافكار لدى اخرين غير مغاربه من الشرق والغرب. فالحكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو احق بها. ليس لنا عقده في هذا، علاش ما عندنا عقده؟ اللي جاب شي حاجه مزيانه مفيده للبلاد والعباد فمرحبا بها ونحن اولى بها.